هو أنتم ليه يا جماعة مش بتصدقوا السيسي؟ بالعربية الفصحى، لماذا لا تصدق السيسي؟ هذا هو سؤال هذه الحلقة يعني اللي بيتابعونا من أي دولة عربية. بس خلونا كده بالعامية المصرية، إحنا ليه صحيح مش بنصدق السيسي؟ هل جربت في مرة إنك تاخده على محمل الجد وتسمعه كده وتركز معاه وتقول طب والله ممكن، بلاش أسامة جاويش، بلاش أي حد، إحنا نسمع عبد الفتاح، فتقعد تسمعه وتصدقه؟ ما قدرتش، طلع كذاب، أنا آسف. عبد الفتاح السيسي ليه مش بنصدقه؟ ده سؤال الحلقة النهاردة. لو أنت مؤيد للراجل ادخل اقنعني إن أنا غلطان وإن فريق الإعداد غلطان وإن الناس اللي مش بتصدقه غلطانين، ادخل قولي لا إحنا بنصدقه عشان واحد واثنين وثلاثة، وهتناقش معاك وهناخد وندي. لكن زي ما اتفقنا، من غير شتيمة، من غير تجاوز، من غير أي حاجة، حتى لو أنت مش بتصدقه، لو سمحته اللي هيدخل يعلق النهاردة كلمني بالمنطق والعقل، قول لي انا مش بصدق عبد الفتاح السيسي عشان في اليوم الفلاني قال كذا، عشان مش عارف ايه وما عملش ايه. كلمونا عن الاسباب من غير ما نقعد نقول اصل هو عمل، لا كلمونا عن حقائق وعن ادله عشان نفكر. احنا قلنا امبارح ان احنا مش بنخاطب العاطفه، احنا بنخاطب العقل، فخلونا في الساعه دي نتكلم مع بعض بالعقل. عبد الفتاح السيسي دايما بيقول صدقوني يا مصريين انا صادق قوي وشريف قوي ومش عارف ايه. تعالوا كده ننعش الذاكره بمقطع صادق قوي لعبد الفتاح السيسي امبارح، نتابع. مثال حي لازاي هم عايزين ياثروا عليكم، ازاي هم عايزين يخوفوكم ياسوكم. طب احنا في بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لان هلاقي فرصه بس ان انا اقول لكم ان كل بالمناسبه كل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفيه وليه ناس بتتكلم عليه في على مواقع التواصل وعلى الاعلام، ولما نيجي ندافع عنه ندافع عنه من الصح. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال، اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشه هنا نشوفه، هو ده اللي اتقال لنا وده اللي احنا فيه، ده اللي اتقال علينا وده اللي احنا فيه. ده مش عشان ليا او للمسؤولين اللي موجودين، لا ده عشان الناس في مصر، عشان الانسان المصري البسيط اللي من الشارع يفهم ان هو مستهدف، مستهدف ان هو يقاسوه يخوفوه يضعفوه، لان هم ما عندهمش حاجه تانية غير كده. الحقيقة عبد الفتاح احنا عندنا كتير جدا نقدمه، عندنا حقيقة بنقولها، احنا ما بنكذبش، ما بنقولش لأي كلام. امبارح قلت في فرق كبير بين آخر كلام وإعلام لأي كلام ورئيس إعلام لأي كلام، في فرق كبير يا جماعة انتم ملاحظينه، مش هنقعد نتكلم فيه كل يوم. لكن ما تيجوا نشوف مع بعض كده، خلونا نتعامل مع الراجل بجد، ننسى أي حاجة، نتعامل ان هو راجل محترم، ونتعامل انه راجل صادق قوي وشريف قوي وانه بيقول الحقيقة، تمام؟ هذه الفقرة فقرة جادة، هناخد السيسي على محمل الجد، مش هنهزر، مش هنتريق، مش هنهاجم، مش هنقول اي حاجة، هنقرأ تصريحات قالها عبد الفتاح، وانت وضميرك احكم. لو انت مؤيد للراجل شوف لسه مصدقه ولا لا وفسر لنا التصريحات دي، لو انت معارض فانا بغششك، بديلك اهو اجابات لفقرة الاتصالات لماذا لا تصدق السيسي. تعالوا نشوف. السيسي الذي لا يكذب. مش عايز أبالغ لكن أنا عايز أأكد أن عندنا في مصر حرية إعلام غير مسبوقة. السيسي 28 سبتمبر 2015، نقف شوية. من 2015 من الوقت ده أنت عارف حصل إيه؟ طب أقول لك أنا حصل إيه على المستوى الشخصي؟ أنا اتحكم عليا بخمس سنين سجن، واتحط اسمي في قضية عسكرية، وتم وضع اسمي في ثلاث قوائم إرهاب، وبلغوا الانتربول المصري بالقبض عليا. ليه؟ عشان انا كنت بعمل حريه اعلام غير مسبوقه، كنت بحاول امارس حريه الاعلام الغير مسبوقه، صدقته، خدت الراجل على محمل الجد، فقلت ايه ده بيقول ان احنا عندنا في مصر حريه اعلام غير مسبوقه، فاشتغلت اعلام، فحكم عليا بخمس سنين وحط اسمي في قوائم ارهاب. القائمه تطول من اعلاميين وصحفيين، اخرهم لينا عطله وثلاثه من البنات الصحفيات في مدى مصر بيتم ملاحقتهم لانهم نشروا اخبار عن الحزب اللي السيسي عامله على ايديه مستقبل وطن. دي كلمه او كذبه من كذبات السيسي. نشوف اللي بعده. عبد الفتاح السيسي، انا جيت بارادتكم واختياركم، مش غصب عنكم ابدا، الكرامه الوطنيه والاخلاقيه والانسانيه ما تخلينيش اقعد ثانيه واحده ضد اراده الناس. في نفس اليوم 28 سبتمبر 2015 الشعب المصري بيقول له النهارده على تويتر ارحل يا سيسي، لكن هو لا في أخلاقية ولا في كرامة وطنية ولا إنسانية. السطر الأولاني
طب أنا بسأل كل واحد في مصر دلوقتي، بذمتك ودينك أنت مصدق السطر ده؟ الراجل ده جاي بإرادتك أنت وباختيارك أنت ومش غصب عنك، الراجل ده مش بيحكم غصب عنك؟ طب أنت تقدر تنزل الشارع تقول للراجل ده الله يخرب بيتك يا سيسي؟ هل يجرؤ أي مواطن مصري أنه يمشي في أي حارة في أي شارع في أي قرية داخل أي مركز في أي مدينة في مصر ويقول الله يخرب بيتك يا سيسي؟ إيه رأيكم؟ تقدر تعمل ده؟ لو ما تقدرش يبقى الراجل ده كذاب. تعالوا نشوف اللي بعده. كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان اقول ان الحق ده تيران وصنافير بتاعهم. السعودية 13 أبريل 2016، السيسي يتنازل عن الأرض المصرية اللي جمال عبد الناصر كان بيحارب والجنود المصريين استشهدوا على أرضها، فيها دم مصري، لكن عبد الفتاح قرر انها بتاعت السعودية لان ما فيش اي وثائق تديله الحق ده. كذب عبد الفتاح السيسي. ايه كمان؟ لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل للدولار. 13 أبريل 2016، الطماطم بكام يا جماعة؟ كرتونة البيض؟ قولولي كده، احكولنا يا أخوانا، احكولنا، احكولنا عن الدولار، احكولنا عن الأسعار اللي مش هيحصل فيها تصعيد. مش أنا، أنا والله قررنا في الفقرة دي وأنا بشكر فريق الإعداد إنه يجيب كلامه هو. أنا قلت أنا مش عايز أعلق كتير، أنا هحاول أقرأ الكلام وأسيب لحضرتك أنت الحكم، سواء أنت مؤيد للسيسي وأنا عارف إن كتير منكم بيتفرجوا علينا أو معارض للسيسي وهم طبعًا جمهورنا الأساسي. طيب نشوف. والله العظيم أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس، محدش سمع صوتي وأنا من أسرة غنية جدًا. عبد الفتاح السيسي 26 أكتوبر 2016، الحاجة الوحيدة اللي أنا مصدقه فيها بصراحة. يعني لما بصيت على كل الكلام التصريح ده أنا ما أقدرش أكذبه فيه، راجل عاش 10 سنين بالمية بس، ولذلك دايما كان خاسس وعنده جفاف ولونه مغير. دايما عبد الفتاح كان نموذج الحقيقة للتضحية بنفسه عشان الشعب المصري. نشوف تصريح كمان. لا وجود لمعتقلين سياسيين في مصر. الجنرال السيسي 23 أكتوبر 2017، مفيش معتقلين سياسيين في مصر بجد والله. اه والله زي ما بقول لك كده. اما قالوا له برنامج 60 دقيقه ان انت ايديك ملطخه بدماء المصريين وعندك معتقلين 60,000 معتقل، قال لهم انا ما عنديش معتقلين سياسيين في مصر. عبد الفتاح السيسي بيقول ان ما فيش معتقلين، كل اسره دلوقتي ليها معتقل، هنصدق انتوا ولا هنصدقه هو الراجل؟ لماذا لا نصدق السيسي؟ لان في 100,000 اسره في مصر عندها معتقلين، فانت لما تقول لي انا ما عنديش معتقلين، طب انا هصدقك ازاي يا راجل؟ اصل بيحطوا معلومه صح والباقي كذب، اصل هم بيشككوا. والله انا مش محتاج اشكك، انت اصلا كلامك لوحده رادد على نفسه. طيب نشوف غيره. انا لن اتمكن من الاستمرار لفتره ثانيه دون اراده الشعب المصري، في كل الاحوال هي 8 سنين وانا مع الحفاظ على مده 4 سنين وعدم تغييرها، اذا تم اي تعديل على الدستور فنحن لا نتكلم عن مدد الرئاسه. 7 نوفمبر 2017 عمل ايه في مارس 2019؟ عدل الدستور. اه هيقعد ل 2030؟ اي نعم، اصل الشعب كان عايز كده، اصله شريف قوي وصادق قوي، اصله عنده ضمير قوي، أصله مش كذاب يا جماعة، السيسي صادق، صدوق، ما هوش كاذب ولا كذوب أبدا. أهو أهو المادة دي كفاية والله. إحنا في سنة كام؟ في 2022. هو مسك كام؟ 2014. طيب يعني المفروض يمشي السنة دي، بس هو مش هيمشي لأنه لسه قاعد، لسه عدلوا له الدستور في 2019. طيب غيره. أنجزنا خلال أقل من 4 سنوات 11,000 مشروع على أرض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد. السيسي 17 يناير 2018. طبعا حضراتكم شايفين المشروعات، مش هعلق. إيه كمان؟ أنا في موقعي هذا لا أقبل أن يكون الرأي العام في مصر أو الغالبية المصرية ترفض وجودي وأستمر. وأنا بقولها يمكن لعاشر مرة 28 يناير 2019، والمصريين قالوها لك لمليون مرة، ارحل يا سيسي يا أخي، خلي في دمك، خلي في كرامة، خلي في أي حاجة. يعني عارف أنت اللقطة دي، خدوها والله زي ما هي كده قدام الشاشة، صورها وروح انشر الصورة دي زي ما احنا كده، انا هقف اهو، خد الصورة من الشاشة او من السوشيال ميديا وانشروها على هاشتاج ارحل يا سيسي.
بس يعني الصورة دي كفاية والله يا جماعة. 28 يناير 2019، مع السيسي الذي لا يكذب، وحطوا له مع هاشتاج ارحل يا سيسي، هيتبسط بيك قوي لان هو بيتفرج زي ما قلت لك في مقدمة الحلقة. ايه كمان المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا؟ ان انا راجل صادق، صادق قوي وامين قوي ان شاء الله وشريف قوي ان شاء الله. 10 مارس 2019، انا سيبكم انتوا تعلقوا على دي في الاتصالات، انا مش هعلق. ايه كمان؟ انا مش بعمل حاجة باسمي، ده باسم مصر. في هذه الايام منذ 3 اعوام خرج السيسي يرد على محمد علي واعترف بالقصور الرئاسية، وقال لك انا مش بعمل عشاني، انا بعمل عشان مصر. فالناس قالت له طب ما احنا مصر، ما تاخدنا نعيش في القصور شوية، لكن ما ردش عليهم وكمل بناء قصور. ايه كمان؟ في السيسي الذي يكذب. الناس اللي تعرفني من زمان تعرف اني عمري ما كذبت ولم اكن طامعا في اي منصب. في 2013 7 نوفمبر 2019 قال السيسي التصريح ده عن 2013. انا ما خططتش، انا ما قعدتش مع دبلوماسيين امريكان في فندق الماسا زي ما افريكا ريبورت قالت في التقرير بتاع اماكن القوة اللي عرضناه لكم في اخر كلام. انا ما جبتش مسؤولين ودبلوماسيين امريكان من وراء علم الرئيس من غير ما يعرف، وقعدت معاهم ورتبت كل حاجة. انا ما عملتش حركة تمرد جوه فندق القوات المسلحة وكنت انا اللي بدعمها وبجيب لها تمويل من الامارات والرئيس ما يعرفش. انا ما عملتش الكلام ده كله. انا ما جبتش عدلي منصور خليته طرطور لمدة سنة وفي الاخر قلعت البدلة العسكرية، وعباس كامل كلم خالد التوجري وقال له ده السيسي هيترشح دلوقتي كمان ساعتين القرار هيطلع. انا ما كانش ليا اي طمع في اي حاجة، طبعا كلنا عارفين. ايه كمان؟ انا مش هلغي الدعم ولا حاجة، ما تخافوش احنا هنعيد تنظيمه. 14 اغسطس 2021، يا ريتك سبته يا سيدي او لغيته. يعني لو ده اعادة تنظيم فاحنا كارهين اعادة التنظيم، والشعب المصري تعبان جدا من اعادة تنظيمك. ايه كمان؟ هل انت مش عايز تدفع تكلفة اللي عملته في 2011 و2013؟ مصر خسرت 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنين، وهو ما عرض حاضرها ومستقبلها للخطر. لولا دعم الأشقاء في الخليج لينا الدولة دي ما كانتش هتكمل. الكلام ده قاله عبد الفتاح امبارح. هنا بيتكلم على 3 4 سنين، 2011 ل 2015، يعني هو كان بيحكم فيهم سنتين بعد الانقلاب تقريبا، وسنتين كان هو مدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع، لكن بيتكلم كأنه كان قاعد في كوكب زحل وبيبص على مصر من فوق. طيب آخر حاجة بقى في السيسي الذي لا يكذب، الحقيقة كانت فكرة جميلة قوي من فريق الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. 8 يونيو 2014، حلف القسم ده. 2 يونيو 2018، حلف القسم ده، وكان قبليها في قسم كمان في أغسطس 2012 قدام الرئيس الراحل الله يرحمه الدكتور محمد مرسي. السيسي الذي لا يكذب، هل احترم القسمين دول؟ الإجابة معاكو بعد فيديو بيستعرض ليكو برضو بعض من كذبات السيسي الأخرى. من سنين طويلة فاتت والناس اللي تعرفني تعرف ان انا عمري ما كذبت، عمري ما كذبت، حتى وانا موجود في المكان اللي هو بيقولوا عليه اهل السياسة واهل الـ واهل الـ يعني انه بيحتاج لوع وحاجات من دي. مفيش كلام من ده، مفيش كلام من ده، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاد وما كانش كان كده، ونجح وهو كده عشان الصلة، وربنا جعلنا من اهل الصلة. المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق، دي مشكلة كبيرة جدا تعرفوها عني. صادق قوي وامين قوي ان شاء الله وشريف قوي ان شاء الله، لان انا هقابل ربنا على كل كلمة بقولها وكل فعل عملته. لكن انا عشان اريح كل مصري ومصرية موجودة في بيتهم، لا والله، لا والله، والله هذا كذب وافتراء، والله كذب وافتراء. أنا عايز أقول لكم على حاجة تاني ليكم ولكل الناس اللي بتسمعني. إحنا قلنا إن التاريخ ما نسيبوش لحد. والله 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 إحنا كنا حريصين على إن إحنا لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة، الحقيقة. هقول تعبير صعب جدا جدا، والله العظيم انا لو انفع اتباع لاتباع. طب
طب والله العظيم انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس وما حد سمع صوتي. 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس وما حد سمع صوتي. ما حد سمع صوتي وانا من اسره غنيه جدا والناس كانت، انا اسف اني اقول كده عن نفسي. لا والله، لا والله، والله والله لا احاجي الكل يوم القيامه قدام ربنا على اللي احنا بنعمله. والله والله لا احاجي الكل يوم القيامه على اللي احنا بنعمله لبلدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه. كل ام كبيره مصدقاني وبتدعي وكل اب كبير مصدقني وبيدعي. لا، ابنكو ان شاء الله شريف وامين ومخلص. انا زميلنا المخرج اول مره يسمع التجميعه دي فبيقول لي الراجل ده يروح من ربنا فين. والله صحيح، يعني هو يعني حاجه لا اراديه كده لقيته بيقول لي الراجل ده يروح من ربنا فين، ايه الجبروت اللي بيتكلم بيه ده. فالحقيقه والله صحيح، يعني الراجل بيتكلم بجبروت رهيب. ده انا حاجي مش عارف ايه وهقف قدام ربنا هقول له ايه؟ هتقف اكيد، هتقف وكلنا هنقف.